دعماً لمخزون مصرف الدم الرئيس في محافظة كركوك، نظمت مديرية التربية في المحافظة بالتعاون مع صحة كركوك حملة للتبرع بالدم لسد احتياجات مستشفيات المدينة التي تحتاج يومياً بحسب إحصاءات وزارة الصحة لأكثر من 50 عبوة دم من كافة الفئات، خصوصاً لتغطية احتياجات مرضى الثلاسيميا الذين يقارب عددهم بنحو 500 مريض في المحافظة. تقوم دائرة صحة كركوك بالتعاون مع مديرية تربية كركوك بحملة تبرع بالدم دعما لمرضى الثلاسيميا والأورام السرطانية. طبعا هاي الحملات كلش داعمة لمخزون مصرف الدم الرئيسي بالدم. احنا نحتاج يوميا لمرضى الثلاسيميا والأورام السرطانية من 40 إلى 50 بطل يوميا هذا، ولازم يكون جاهز وبدون تعويض. وعلى الرغم من التخصيصات الكبيرة من قبل الحكومة لوزارة الصحة، ما يزال هناك هدر بالمال العام تقوم به بعض مافيات الفساد المتغلغلة بمفاصل الدوائر الحكومية بحسب إحصاءات رسمية، الأمر الذي يؤثر سلباً على الوضع الصحي في العراق الذي يعاني فيه آلاف المصابين بالأمراض المزمنة. والله تعديت من الشارع شفت تبرع دم على مال أمراض السرطان وأمراض الغير أثربيزي، وقلت خلينا نشارك بهاي، هم أجر إلي وهم نشجع البقية على تبرع الدم هالمروة، وأخواننا هذاك المرضى هم لازم نساعدهم بالدم وغير الدم. لغرض تنفيذ البرنامج الحكومي وبالاستناد إلى التوجيهات الصادرة من مكتب معالي وزير التربية المحترم، قمنا بتشكيل لجنة فرعية للعمل التطوعي في مديريتنا العامة برئاستنا وعضوية عدد من منتسبي مديريتنا العامة، وكأول عمل تطوعي قمنا به قمنا بالتنسيق مع دائرة صحة كركوك لغرض تنظيم حملة كبرى للتبرع بالدم لإسعاف مرضى الأمراض السرطانية وكذلك أمراض الثلاسيميا. ويتجاوز عدد المصابين بمرض الثلاسيميا لأكثر من 30,000 مصاب في عموم العراق، إذ يتم تسجيل إصابة كل يوم منذ بدء انتشاره في عام 2013 بحسب تصريح منظمة إحياء لإغاثة مرضى الثلاسيميا.